الرحيم. الله نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزايكم حبايبي ومتابعين حواء، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال بأمر الله. النهاردة كده هنعمل مع بعض زي ما أنتم شايفين، هنعمل نوع من الكفتة، بس مش هنعملها كفتة كده لوحدها، لا احنا هنعمل صينية بطاطس بالكفتة. بس إنما بقولكيش بقى إيه، صينية بطاطس خطيرة تستاهل بقك وبق حبايبك اللي هتعمليها لهم. صدقيني والله صينية بطاطس جميلة، مش عايزة بقى تنسيني كده في اللايك بعد ما تعملي صينية البطاطس دي، وتدعي لي دعوة حلوة إن شاء الله، وربنا ينورنا وإياكم إن شاء الله كل خير. تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة هنعملها اللي هي الكفتة، عشان نجهزها كده ونسيبها مع بعض تتسمخ شوية لغاية ما نجهز بقية الخضار بتاعنا اللي هنعمله في الصينية. الكفتة هنا طبعا معايا دوت، أنا هعمل نص كيلو بس، تمام؟ انت بقى عايزه هتعملي اكتر مفيش مشاكل، اقل برضو لو ربع كيلو لحمه ينفع برضو، لو انتوا نفرين مثلا او ثلاثه مفيش مشاكل، الربع كويس جدا مع التوابل والحاجات اللي هتتحط هيديكي وهيرمي معاكي كميه كويسه. يبقى اول حاجه نص لحمه مفرومه، اللحمه بتاعتك تكون حمراء يعني زي ما انتوا شايفين كده، بص نسبه الدسم فيها او الدهون فيها قليله جدا، لحمه مفرومه وتكون ناعمه، يكون فرمها لك الجزار على وشين تكون ناعمه معاكي، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه معايا ايه هنا كده، اهو معايا دول بصلتين، بصلتين متوسطين او بصله واحده كده تكون كبيره، تمام؟ انا فرمتهم ناعم بالمبشره، وكمان نزلت منهم الميه بتاعتهم، شايفين ده تفل اهو، بصي مهما تدوسي يعني بسيط خالص ميه اللي فيهم، فرمتهم وايه عصرتهم من الميه، هنزل بيهم كده. وكمان دول حوالي فصين من الثوم، يبقى بصلتين كبار مفرومين ناعم مع فصين من الثوم، هنزل بيهم كده على ايه اللحمه. دي اول حاجه نزلت بيها على اللحمه بتاعتي، تمام؟ لما نزلنا بالبصل هننزل بايه، معايا كمان هنا ديت حزمه صغيره كده من البقدونس المفروم ناعم، ورق البقدونس على قد ما تقدري كده تاخدي ورق البقدونس، تمام؟ هنزل برضو بيه، عشان كده قلت لك ان هي كميه هترمي معاكي حبه كفته كويسين، يعني حتى لو عملتي ربع كيلو وانتوا عدد قليل مفيش مشاكل. تعالي بقى دلوقتي نشوف ايه، ونشوف التوابل والبهارات بتاعتنا. معايا ايه هنا، بصي اول حاجه دول الملح وفلفل حامي، يعني ايه حبه صغيره كده، رشه ملح ورشه ايه شطه حاميه او فلفل حامي. ليه انا حاطه ملح صغير؟ لان انا عندي هنا ده مكعب من المرقه، او المرقه طبعا بتبقى فيها نسبه ملح، خلاص يبقى رشه ملح رشه شطه. بعد كده بقيه التوابل ديت معلقه صغيره من كل حاجه، معلقه صغيره من الجنزبيل، البابريكا، الكزبره الناعمه، الفلفل الاسود، ديت سبع بهارات، لو انت عندك بهارات كفته مفيش مشاكل، دي او دي تمشي، او بهارات لحمه برضو خلاص، وقرفه. يبقى جنزبيل، بابريكا، كزبره ناعمه، فلفل اسود، سبع بهارات، قرفه، ملح وشطه. هنزل برضو بكل التوابل بتاعتي كده على ايه، على اللحمه. كمان معايا ايه هنا، معايا حوالي ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر او نص معلقه اهو، تمام اهو نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. معايا كمان ايه، معايا معلقتين، المعلقه بتاعتي دي معلقه صغيره يا جماعه، لو انت هتحطي معلقه واحده بس يبقى معلقه اكل، لكن دي معلقه شاي صغيره فانا هحط معلقتين، يبقى معلقه اكل كبيره، معلقتين من معالق الايه الصغيرين دول نشا، معلقه اكل كبيره نشا. خلاص كده تمام الايه التوابل والبهارات بتاعتنا بتاعت الكفته كده، خلاص الكفته بتاعتك جهزت معاكي. بس كل اللي عايزاه منك انك انت تعجني الكفته وتصمغيها لغايه لما الكفته النصور بتاعتها كده تتدخل مع بعضها وتملكي بقى فيها كويس عجن بقى كانك بتعجني برضو ايه اي معجنات اهو كده، تمام بالشكل ده. بصي ايديا اهو، بصي بتطلع ازاي، تعجني كده، تعجنيها كده عشان الايه اللحمه تتصمغ مع بقيه البصل والتوابل وكل حاجه احنا حطيناها بالشكل دوت. هفضل اعجن فيها كده اهوت لغايه لما اوريكم الشكل المطلوب بتاعها. بصوا كده انا خلصت عجن الكفته بتاعتي اهي بالشكل دوت، بقيت معايا حته واحده مفيش فرق ما بين لحمه وبين بصل. بصوا كده انا هوريكم، شايفه اتصمغت معايا ازاي. بصي انت كده ما تفرقيش ما بين اللحمه والبصل، هو بس اللي ظاهر طبعا دايما بيبقى ظاهر البقدونس. بصي اللحمه، بصي انا بشد فيها بتتقطع معايا ازاي، بصي شايفه النصور بتاع اللحمه اهي، بصي ده كده اهوت يوصلك لمرحله ايه انك انت عجنتيها وسمختيها كويس، هيديك ان شاء الله كفته 100 100 مضمونه معاكي بامر الله ان شاء الله، ما تفكش منك ولا يجرى لها اي حاجه. هنسيب الكفته بتاعتنا بالشكل دوت تريح كده حبه 10 دقائق او ربع ساعه لغايه لما نجهز الخضار بتاع الصينيه بتاعتنا. بصوا بقى دلوقتي انا ايه
معلش انا عملت صبعت الكفته دول او ما صبعتهمش، كورتهم زي ما انتم شايفين، وانا شايله حبه هعملهم معاكم. بس بصوا بقى ايه الخضار بتاعنا. معايا حلقات من البطاطس، طبعا انا حطها في الميه علشان ايه ما تسودش معايا، ومعايا حلقات برضو نفس الحلقات من الطماطم. بصي ده سمك الحلقه، تمام، حلقه الطماطم، ودي نفس الحكايه حلقه البطاطس اهي، تكون معاكي بالسمك دوت عشان ما تتهريش بس منك، وحلقات من الفلفل اللي هو ايه فلفل الحشو العادي بتاعنا الاخضر، تمام. والكفته هتعمليها بنفس الحجم بتاع الايه البطاطس اهي. بصي انا صبع او كورتها، انا بقول صبعتها لان احنا لما متعودين على ايه الكفته بتاعه الرز بقى وتصبيع الكفته بالشكل دوت اهو، شايفه اهي، وكمان نفس السمك اهو. انا سايبه هنا حبه اهو هعمل معاكم، طبعا بحط ايدي في الزيت، انا معايا هنا حبه زيت اهو، معلقه زيت كده تحطيها في طبق وتمسحي ايدك وتكوري اهي. بصوا انا بصوا الكوره حجم الكوره اهو، تمام، وتكوريها بس كده وتظبطيها، وبعد كده هتبططيها بايدك عادي وتسويها، طبعا ايدك فيها الزيت، فهتبداي انت ايه تسوي ايه الكرايه بتاعتك بالشكل ده، كره الكفته كده، تمام، عشان تبقى موازيه بس لحجم البطاطس. بعد ما خلصناهم بالشكل دوت هنعمل ايه، هنديها تشويحه. في بقى حابه انك انت ترصيها زي ما هي كده نيه وتستوي كلها وتاخد سوا مع بعض، مفيش مشاكل، بس بصراحه انا بحب ان انا اشوحها احسن. ليه؟ لان هي الكفته بتاعتي هتتماسك تمام وتديني غلاف كده من بره، وما تتهريش معايا لغايه لما البطاطس بتاعتي تستوي والخضار بتاعي يستوي. فانا دلوقتي هنروح معانا على البوتاجاز في طاسه كده او في صينيه حبه سمنه على حبه زيت، وهنشوح الكفته بتاعتنا. قلت لكم جينا هنا على البوتاجاز، انا حاطه معلقه سمنه على معلقه زيت، تمام، وهاخد الكفته بتاعتي اهي وهنزل بيها في الايه الصينيه بتاعت التحمير بتاعتي اهو. عندي بس البوتاجاز عشان انا كنت مهديه النار لغايه لما اجي بالصينيه بالشكل دوت كده تساوي، شايفين الكفته اهي، تخليها في الحجم دوت كده مظبوط، وان شاء الله الكفته بتاعتنا مش هتكش لان احنا مظبطينها وحاطين فيها ايه النشا بتاعتنا، مش هتخليها تنش، ما مش هتخليها تكش منك، وكمان حاطين لها البيكنج باودر برضو مش هنخليها تكش ان شاء الله. بالشكل دوت كده هملأ الصينيه بتاعتي بوحدات الكفته، وهديها تشويحه خفيفه من فوق ومن تحت، وبعدين هنكمل مع بعض الصينيه بتاعتنا. بصوا الكفته بتاعتنا اهي بعد ما شوحناها اديناها تشويحه خفيفه، بصوا ملاحظين اهي، بصوا يعني لسه ايه خضره معايا برضو اهي، وفيها ايه بقيه العصاره بتاعتها. تمام كده هنعمل ايه دلوقتي، هنبدا ناخد بقى ايه وحدات كده من الكفته بتاعتنا بالشكل ده، وحده بطاطس تمام، وواحده طماطم وفلفل، خليها من هنا كده اهو عشان تشوفوها، واحده بطاطس واحده طماطم وحبايتين فلفل بالشكل دوت، وهناخد واحده ايه كفته. انا عايزه حاجه، بصوا انا احط الطبق ده هنا كده يسندد لان انا كنت حاطه فيه الزيت، تمام كده، وهبدا احط واحده ايه كفته تاني بالشكل دوت، ووراها البطاطس تمام والطماطم والفلفل. هو الفلفل طبعا ايه الفلفل اللي كان عندي بصراحه في البيت هو دوت، فهو ايه كان صغير، كان عاوز فلفل رومي كبير بحيث الحلقه تبقى كامله كده زي حلقات الطماطم، بس اللي موجود مشيت بيه نفسي وخلاص، تمام كده. وهبدا برضو احط ايه كفته وطماطم بطاطس، ماشي بالشكل دوت كده على طول لغايه داير ما يدور لغايه لما اخلص الصينيه بتاعتي بالشكل ده اهو، شايفين بالشكل دوت كده، طماطم بطاطس اهي كفته، تمشي كده بالشكل دوت لغايه لما اخلص الصينيه، وهرجع اوريها لكم ونشوف التسويه بتاعه الصينيه بتاعتنا هتكون ازاي، على البوتاجاز من فوق ولا في الفرن، هنعرف مع بعض. بس اخلص راس الصينيه بالشكل دوت كده وارجع اوريها لكم. بصوا ده شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما خلصتها، شايفين ما شاء الله، شايفين شكل الصينيه عامل ازاي، صينيه فعلا لو حطيتيها وعندك عزومه كده في رمضان ما شاء الله تشرفك كده على ايه ترابيزه السفره بتاعتك، شكلها خطير، وان شاء الله لما تستوي هيبقى شكلها وطعمها احلى باذن الله. هندخلها بقى ازاي، اولا التسويه، هتحطي لها صلصه، انا معايا هنا دول كده اهو، بصي حبه صلصه تمام، زي يعني اهو تعايليهم انت كده، هقول لك ايه طبق مثلا او بولة صلصه بالشكل دوت،
صلصة طماطم عادية ما فيش مشاكل، صلصة بتوم ماشي، صلصة بصل، أي تسبيك الطماطم عندك أو طماطم أنت مسبكيها كده لوحدها من غير أي حاجة هتمشي، تحطي عليها بس كده فصين توم وتقلبيهم ويمشي الحال. تمام. معانا كمان ايه هنا برضو، ايه دي بولة كده من الشوربة، هحط كده هنزل معيار مثلا كبشتين كده من الشوربة على الصلصة بتاعتي وهقلبها. طبعا الصلصة بتاعتي فيها كل حاجة، فيها المرقة وفيها الفلفل الاسود وفيها كل الحاجات يعني انا متبلاها والملح وكله مظبوطة. وهنزل بقى كده على ايه الكفتة بتاعتي والبطاطس، بحيث انك تشربي الكفتة كلها والبطاطس بالشكل ده. تمام متخليش حتة، مش مشكلة عادي لو اتدلق مننا برة، بس عشان نظبط الصينية بتاعتنا. وبعد كده هنظبط ايه كل مطبخنا وكل حاجتنا ان شاء الله بالشكل دوت. شايفين الصينية بتاعتي اتغطت كلها ازاي، ولسه لما هتغلي هتاخد وتدي مع بعضها اكتر. اجيب بس مناديل كده عشان انضف الصينية بتاعتي قبل ما اقفلها وادخلها ايه الفرن بالشكل دوت كده. ننضف حاجتنا تمام حوالين الصينية بتاعتنا اهو بالشكل ده عادي جدا جدا كده اهو. خلاص كده تمام الصينية بتاعتنا كده جهزت. هنيجي دلوقتي هنعمل ايه، هجيب الفويل، ثواني بس اجيب الفويل وارجع. دلوقتي هغلف الايه الصينية بتاعتي بالفويل، هتخلي الناحية، لو عندك ورق زبدة ممكن تحطيه، ما عندكيش ما فيش مشاكل، بس تحطي الناحية اللي هي ايه المطفية من الفويل على الخضار بتاعك. تمام. صح انا ما عنديش ورق زبدة فهعمل كده، هحط الفويل بالناحية المعكوسة، تخلي الناحية اللي بتلمع من فوق. تمام. وهغطي الصينية بتاعتي بالشكل دوت اهو، هتقفليها خالص كده. بالشكل ده بالظبط كده اهو. خلاص تمام كده قفلتها خالص كده اهو زي ما انتم شايفين. هدخلها بقى ايه الفرن، انا طبعا مشغله الفرن ربع ساعه طبعا يسخن او 10 دقائق. هتدخليها على الرف اللي في النص من درجه حراره طبعا 200 علشان تبدا تغلي معاكي الاول. تحطيها الاول تحت على ايه على الارضيه بتاعه الفرن لغايه لما تحسي تسمعي صوتها ان هي بدات تغلي معاكي، يعني ممكن 10 دقائق بس كده تغلي. وبعد كده هنرفعها على الرف اللي في النص من نص ساعه لغايه 45 دقيقه لغايه لما تستوي معانا الخضار بتاعنا، ونطلعها ونشوف صينيه البطاطس بتاعتنا. طلعنا دلوقتي بقى ايه صينيه الكفته بالبطاطس او البطاطس بالكفته زي ما تسموها، طلعناها من الفرن. بس وهي في الفرن انا شلت الورق الفويل شويه واديتها وش كده تحت الشوايه، مش عايزه خلاص ما فيش مشاكل، بس هيديها شكل كده ايه جمالي للكفته بتاعتنا. بصوا نسمي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شايفين ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين جميله ازاي بقى، سموا الله كده. بصوا بقى بصوا الجمال، سخنه سخنه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا بلفلكوا الصينيه، شايفين شايفين جمال الصينيه، صينيه تستحق العزومات دي ولا لا؟ خطيره 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 بصراحه. بصوا شايفين الجمال، ايه رايكم بقى في الصينيه دي؟ عايزاكم رايكم بقى تقولوا لي عليه في التعليقات، وتجربوا الصينيه ديت ان شاء الله هتعجبكم. ورمضان داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين، في وسط العزومه كده على ترابيزتك في وسط السفره، صدقيني بقى الكل هيقول لك عاملاها ازاي وياخدوها منك الطريقه ويجربوها ان شاء الله. اتمنى ان هي تكون عجبتكم كل حاجه فيها. طب بالمره قبل ما نفصل كده مع بعض، بص الكفته بتاعتنا البطاطس مستويه اهي ازاي، شايفه؟ وطبعا الكفته بتاعتنا نفس الحكايه اهي، شايفه؟ كل حاجه فيها ايه خلاص كده استوت تمام 100 100 اهي، ما شاء الله جميله جدا جدا. اتمنى ان هي تعجبكم وتجربوها. ولو وصلتي معايا لغايه دلوقتي فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم.